بعض الناس دلوقتي يقول لك يا عم لا مش حاجة اسمها أمة الإسلام خير الأمم. ممكن واحد مسلم يخش النار وواحد بوذي يخش الجنة. بوذي بس بين المستشفيات وطيب وابن حلال وبيعمل خير، ومسلم كذاب وضلال، يبقى مين اللي يخش الجنة يخش النار؟ لا، هو يقول لك لا الراجل بيعمل خيرات وحسنات دي اللي يخش الجنة، عندهم حسنات بتاعتهم هم. يعني افترضنا مستشفى الأوراق عاوزين نجددها وعاوزين نظبطها وعاوزين نعمل خدمات عالية، قعدنا 10 سنين لمنا 1,000,000 جنيه، جاء واحد بيعبد البقر راح متبرع ب100,000,000 دولار، يبقى مين الأحسن؟ اللي بيعبد البقر. يبقى اللي بيعبد البقر يخش الجنة، والمسلم اللي هو البخيل ده يخش النار. هؤلاء الناس يعني عقولهم هواء وقلوبهم فاسدة، وهم بالفعل عقول ولكن باللهجة العامية، هم عقول ولكن باللهجة العامية.